احرص على صحتك، لا تكون مشروع أمراض بممارساتك الغذائية والرياضية لا ابدأ بداية صحيحة في تناول أطعمتك، لا تأكل طعاما يضرك ولا تفرط في الأطعمة. والطب الآن يقرر هذه القضايا، وقررها قبل ذلك الشرع والدين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يكمن بها صلبه. لقيمات الآن التخم التي يعاني منها الناس الآن في ظل النعم ولدت لهم الكثير من الأمراض، وسمعنا بأمراض ما كانت في الماضي، الضغط والسكري والجلطات طيب ما كان هذا عندنا في الماضي. وبدأ الناس بدل ما يرشدون عملية الأكل بدأوا يربطون معدتهم، كل واحد يروح يدفع على 40-50 ألف يربط معدته. يا أخي يربط يدك، تحكم في يدك، أنت اللي تعرف. أنت ما أنت واحد من المشايخ أصيب بالسمنة، فراجع أحد المستشفيات التخصصية في الرياض وحالها طبيب على طبيبة أخصائية تغذية، فوضعت له يعني برنامج غذائي صحي. ليس الهدف أنك تملأ المعدة، لا، قد تملأ المعدة وتشعر بالتخمة وأنت ما استفدت من هذا الطعام كله، لكن الكلام النوعي، نوعية الغذاء اللي تأكله الذي يفيدك ولا يضرك. فلما غلقت قال: هذا هو؟ قالت: نعم. قال: إني إذا شفت الزاد ما عاد أقطب نفسي، يعني ما عاد أمسك أورد. فقالت له الطبيبة، قالت وهي فلبينية، قالت: ليه أنت في بقرة؟ البقرة فعلا إذا شافت العلف تأكل وتدش. قالت: أنت في بقرة؟ قال: الله يقلع قولي غير ثور، خليني غير مذكر، لا تخليني بقرة. فرشد أكلك أيها الإنسان من الآن، مو بعدين. بعض الناس ينتبه للقضية ذي بعد ما يصبح مصاب بعلل كثيرة، يقعد يداوي، يترك الطعام وهو مريض. نحن نقول للناس الآن: اتركوا الطعام الضار وانتم متعافين، لا تتركونه وانتم برضانين. بعدين تجد بعضهم يأكل في الحلا والحلويات والسكريات إلين يجي السكر، بعدين يقول: والله ما عاد أكل. طيب ليش ممنوع عندي السكر؟ طيب من أول وإنك من أعتها ما جاك السكر. فهذه الأمر مهم جدا. ليه؟ لأن صحتك لها أثر في سعادتك، ليس لها أثر في قضية طول العمر أو قصر الأعمار بيد الله. لكن فرق بين من يعيش عمره كله وهو متعافي وبين من يعيش طول عمره وهو معلول ومراجع للمستشفيات وعمليات وتعب. فعليك أن تكون سعيدا بالمحافظة على صحتك، لا تأكل إلا ما يفيدك، ولا تحاول الإكثار، لأن الله قد جعل لنا قانونا في القرآن، قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا.